ما حدش يصور موائد رمضان. بالله عليكم يا إخواننا، وصلوا هذه الرسالة توصل عبر الصفحات، ما حدش يصور. إخواننا احنا منمر بوضع صعب، أمتنا بوضع صعب جدا جدا، مش هين. هل تلك أطفال، أطفال ملاكين ما يسدوا جوعهم ولا أكلهم. والله إخواننا هذا اللي عنده حياء من الله عز وجل ما تصور، ما تصور، ما تنزل لا على الفيس ولا على الانستغرام ولا على التيك توك ولا شيء، ولا شيء. السنة ممنوع، ممنوع تتنزل ولا أي مائدة ولا أي نوع أكل ولا شيء. تصورش شيء، تصورش شيء، تصورش شيء، ولا شيء تصور، ولا شيء تصورش، ولا شيء تنزلش شيء. مراعاة، مراعاة للناس اللي مش لاكي لا شربة مي ولا لكمة توكلها، ولا لكمة. ناس لاك مش لاكي توكل لكمة، أطفال صغار مش لاكين لكمة ولا شربة ماء. يا أحبابنا الكرام، فهذا رمضان لازم يكون أجواءه خاص. عشان هيك أهيب بكل الناس يا أحبابنا، حتى تواضعوا في الطعام، حتى وقت الأكل الواحد يتواضع يا إخواننا، حتى مش بس ما يصورش، يتواضع بالطعام، عشان لما نوقف أمام الله يوم القيامة دي يسألنا ربنا يوم القيامة.